عمي الدولة تلتفت علينا غير؟ تلتفت علينا على الناس والشريحة الفقيرة. ليش من دون العالم يعني العمارة؟ نصها قاعدة بصفيح ماتشينكو ونصها قاعدة بحواسم. يعني تريد لك قطعة أرض ماكو. الفقير منين يجيب؟ يعني 10,000 هنا يقدر يشتري بيهن؟ كل بيت إذا كل بيت هو 100 متر. تزوج بيه يعني يزوج بيه 2 أو 3 يزوجون بيه، طلعون وين يروح يقعد؟ يقعد بحواسم تجاوز تفلشونها عليه. يبني له 20 كوات ما تخلونه. زين وين يروح؟ غير يباوع للدولة؟ كانت الدولة تفكر بس بالمسؤول مالها، تعطيه قصر أو تعطيه بيت أو تصرف له الراتب ماله. زين الفقير منين وين يروح يجي؟ 10,000 يشتغلون بالعمالة. عامة الناس كلها هي ما يعطونها، مو بس يعني عامة المحافظة. احنا ساعة العمارة أزيد الناس قاعدة بتشينكو، سقيفة ما تشينكو قاعدة بيها. هي جميع المحافظات توزع كل واحد ونقول شرفه واخلاقه وطيبته. احنا حاليا انا اول واحد قاعد باجار، الله وكيلك، ويوميتي 20,000، اشتغل توصيل واجاري 200,000 بالشهر. محافظه ميسان ما تطيق من قطع، والمحافظات تقول تطي قطع، فكل واحد وحظه. احنا شو نقول؟ الله موجود علينا ان شاء الله، الله يبوع عنا، كل واحد فقير. قطع اراضي قدمت عليه، ما صارت خويه. لا والله ما عندنا لا قطعة أرض ولا كل شيء، ما عندنا قاعدين بإيجارات وملينا من الإيجارات، ملينا قاعد نشتغل عمالة من الصبح الليل نرجع كل شيء ما عندنا. حاولنا وقدمنا وردنا كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. انتظروا والله كريم، انتظروا والله كريم، وكل شيء ماكو. هاي نقدم ونرجع لورا كل شيء ماكو. يا مسؤولي حتى مثلا يستمع لك، ماكو مسؤول يستمع لك حتى تروح تواجهه. ومن يخليك تواجهه؟ من يخليك تواجه المسؤول؟ Thank you.